داكشي ديال فيلم ولا مسلسل كتصوروا نتفليكس. هذه لحظه اعتقال اوفيديو غوزمان ولد إل تشابو اكبر مهرب مخدرات في العالم. شنو وقع بالضبط؟ طايح حتى من نايض بين الجيش البوليس وعصابه إل تشابو. ثلاثه ديال المطارات سيطرت عليهم العصابه وهجموا على الحبس والقرطاس في كل بلاصه. معركه دخلت فيها القوات الجويه المكسيكيه اللي استعملت الطيران الحربي ضد اعضاء العصابه. فشنو سبب هاد الروينه وشنو عصابه كارتل سينالوا اللي نايضه الحرب بينها وبين الجيش المكسيكي؟ هادي تقريبا 5 ايام البوليس المكسيكي غيعتقل رئيس اكبر عصابه في المكسيك لتهريب المخدرات ولد إل تشابو وفيديو غوزمان. هاد العصابه من المبادئ ديالها هي انها ما كتادي حتى واحد وما كتبداش بالحرب الا اذا تم الاعتداء عليها، وكتعتبر اي تحرك معادي لها من طرف الدوله هو خيانه لهم. وهكا غيدخلوا في معارك مع الجيش والبوليس في المكسيك. هي القصه وما فيها ان إل تشابو اكبر مهرب للمخدرات في العالم واللي تعتقل في 2016 وغيتسلم الميريكان اللي دارت عمليه خاصه بالاطاحه به بعد ما عجزات السلطات المكسيكيه تقرب ليه لحقاش القوه اللي عنده والعصابه والحجم ديال الاسلحه خلاها تخاف منه. المهم غتدخل الميريكان وغتقدر تعتقل إل تشابو، ومن تما هو محبوس الى الان. إل تشابو اللي دارت عليه نتفليكس مسلسل كيمثل قصه حياته من طفوله حتى لحظه القاء القبض عليه. فاللي وقع دابا هو ان ولد إل تشابو غيشد العصابه خلف البواه وغيولي رئيس عصابه كارتل سينالوا. اما سبب هذه الحرب اللي واقعه في المكسيك بسبب ان السلطات المكسيكيه اعتقلت رئيس العصابه ولد إل تشابو وفيديو غوزمان. قبل ما نشوفوا شنو واقع خاص تعرف باللي ولد إل تشابو فايت اعتقلته السلطات المكسيكيه في 2019، ولكن العصابة غتنوض البلبالة في المكسيك لدرجة أن السلطات المكسيكية غتستسلم وغتقرر تطلق رئيس العصابة. ودابا قررت السلطات مرة أخرى في الوقت اللي كان الرئيس بايدن في هذه السيمانة غيزور المكسيك غادي تعتقل رئيس العصابة مرة أخرى. وهكا غيبدا الغدر. عصابة كارتيل سينالوا غتعتبر هذا الاعتقال غدر من طرف الحكومة وغتنوض الجيرة في المكسيك. حرب داروس بين أعضاء العصابة والبوليس. الحرب اللي غتستعمل فيها الطائرات المواجهة الهجوم ديال العصابة اللي غتسيطر على ثلاثة ديال المطارات وغتبدا تطلق النار على الطيارات. وفجأة ولات المكسيك بحال شي فيلم ديال هوليوود، القرطاس شباك والاشتباكات في الشوارع بين البوليس وأعضاء العصابة وصور الطوموبيلات المحروقة في كل بلاصة في ولاية سينالوا. وغتقوم العصابة بإغلاق الطرقان بالطوموبيلات المحروقة. وفيديو اللي كانت عاطية فيه أمريكان 5 ديال المليون دولار لأي واحد أعطى معلومة عليه. غيخرج وزير الدفاع لويس كيرسينسيو ساندوفال وغيقول لأن عملية المراقبة استمرت 6 ديال الشهور على غوزمان بدعم الولايات المتحدة الأمريكية اللي خصات 5 ديال مليون دولار كمكافأة للحصول على معلومات تقدر تؤدي لاعتقاله، بالإضافة لثلاثة ديال خوتو اللي كتظن المخابرات الأمريكية أنهم احتفظوا بمناصب قيادية في العصابة. ولكن لحد الآن عملية تسليم للولايات المتحدة الأمريكية معلقة بحكم القضاء الفيدرالي المكسيكي. غادي يقدروا اعضاء العصابه يضربوا جوج ديال الطيارات باسلحه مضاده للطائرات في عمليه شاركت فيها هيليكوبترات وطائرات حربيه، وفي عمليه بريه كبيره للمحاوله للسيطره على ولايه سينالوا معزب 1000 جندي. ربما جاك الفضول تعرف شكون هو هاد إل تشابو اللي قدر يصنع عصابه بهاد القوه كامله. خواكين غوزمان لويرا الملقب إل تشابو تزاد خواكين في ولاية سينالوا المكسيكية سنة 1954 من أسرة فقيرة عايشة في مزرعة لاتونا. كان في صغره كيبيع الليمون. غيتعرف إل تشابو على رؤساء تجارة المخدرات في سينالوا بواسطة بيدرو أفيليس واحد من تجار المخدرات في سينالوا. في سن 20 سنة غيبدأ إل تشابو يشق طريقه الخارج على القانون بالتجارة في المخدرات والطريق نحو الثروة. وسنة 1970 هيكتور سالازار الملقب الغويرو، هذا اللي بوحدو قصته قصة بحيث في الوقت اللي كانوا البوليس كيقلبوا عليه كان هو مخبع في دار قائد الشرطة ديال سينالوا، كان بالعربية مغلغل وسط الشرطة الفيدرالية المكسيكية. المهم سالازار غادي يعطي إل تشابو أول فرصة كبيرة في حياته، فرصة العمر، بحيث غيكلفو باش ينقل المخدرات من سيارة للمدن المكسيكية وللحدود، وكلفوا بعملية الإشراف على الستوك. وفي سنة 1980 ميخائيل فيليكس الملقب بالعراب رئيس عصابة كارتيل غوادالاخارا، هذا العراب كان أول واحد غيستعمل الطائرات لنقل المخدرات للولايات المتحدة الأمريكية.
غيعرض العراب على إل تشابو باش يتكلف بالشحنات اللي جايه من كولومبيا للمكسيك، وما غيدوش وقت طويل حتى غيتم اعتقال العراب، والسبب انه غيقتل وغيعذب وكيل اداره مكافحه المخدرات كيكي كامارينا. واكا غيولي إل تشابو هو رئيس عصابه سينالوا بعد ما غيولي اكبر مهرب للمخدرات في المكسيك. غيتم اعتقال إل تشابو اول مره سنه 1993 في غواتيمالا، وغيتم تسليمه للمكسيك. غيتحكم عليه بالحبس بعشرين سنه، وفي 2001 غيقدر إل تشابو يهرب من الحبس بمساعده عدد من الحراس ديال السجن. وغير غيهرب غيرجع لقياده العصابه مره اخرى، وغيكون اول عمليه ليه هي تصفيه رئيس عصابه كارتيل خواريز، بحيث في 2004 غيقتلوا رئيس العصابه باش يسيطروا على معبر سيوداب خواريز. وغتجي لحظه الاعتقال ديالو الثانيه، بحيث في 2014 غتقدر القوات الخاصه تلقي عليه القبض، ولا المره الثانيه غيقدر إل تشابو باش يهرب من حبس مشدد الحراسه بطريقه هوليووديه. غيجيبوا اعضاء العصابه المعاول والالات الحفر اليدويه، وغيبداو يحفروا بعمق 10 ديال الامتار تحت الارض وبطول 2 كيلومتر تقريبا. غيحفروا من تحت الحبس الاشد حراسه في المكسيك، والمده ديال عده اشهر اكثر من عام. غادي تعطلوا شويه في عمليه الحفر لحقاش ما غيستعملوش ادوات عصريه باش ما يديروش الحس منين يوصلوا تحت الحبس. نسيت ما قلتش لكم على ان واحد من افراد العصابه غيشري ارض حدا الحبس، وغيبني جوج ديور اللي منهم غتنطلق عمليه الحفر. هاد جوج ديور ما كانوش ديور بمعنى الكلمه، ولكن كانوا ديور صغار. كانوا الحفارين كيحاولوا يساليوا الحفير ديال النفق في اسرع وقت ممكن قبل ما يتم نقل إل تشابو لحبس اخر. لحقاش الامن مولف على ان إل تشابو كيحاول يهرب، هكا كيحولوه من حبس لحبس باش يفشلوا اي محاوله للهروب ديالو. وبعد عام وزياده غيقدروا افراد العصابه يوصلوا تحت زنزانه إل تشابو. غيحفروا النفق وغيدوزوا منو الضو باش يقدروا يشوفوا الطريق، لحقاش العمق ديال النفق ما كيعبرش منو الضو ديال الشمس. ومنين سالوا الحفير غادي يديروا سكه، وغيعدلوا واحد الموتور اللي كيمشي فوق هاد السكه، بحيث غير غينزل إل تشابو غيركب فوق الموتور وغيقدر يهرب باقصى سرعه خارج النفق. وفعلا هادشي اللي غيوقع. في لحظه كان إل تشابو جالس فيها وسط الزنزانه ديالو حتى كيسمع شي واحد كيهمس بسميتو. كيطل جهه الطواليت كيلقى واحد من افراد العصابه ديالو كيشير ليه. كيستغل إل تشابو الوقت وبلا تردد غينزل اسرع ما يمكن. غينزل مع النفق اللي كان العمق ديالو 10 متر، وحتى القطر ديال النفق كان كافي باش يمشي إل تشابو واقف وسط النفق بلا ما يحني. غيوصل إل تشابو للموتور اللي استعملوه في الاول باش يجروا الكروسه اللي كيعمروها بالتراب وكيخرجوها لبرا. غيعبروا كيلومتر ونص، وهي المسافه الكامله ديال النفق، حتى غيخرج في الدار اللي شرات العصابه باش يبدا الحفر منها. غيبدل إل تشابو حوايجو وغيلبس حوايج جداد، وغيركب في كاميو في عز الليل وغيختفي على الانظار. وغادي يدوز شهور قليله حتى غادي يطيح واحد من افراد العصابه تحت العينين ديال الامن، بحيث غيدير هذا الفرد واحد الخطا وغيخلي الناس يشكو فيه وغيعلموا به الامن. كان هذا الفرد من العصابه كيجي لواحد القريه كيشري كميه كبيره من الماكله لكاع افراد العصابه اللي مخبعين مع الرئيس ديالهم إل تشابو. غيتبع الامن هاد الشخص حتى غيشوفوا الدار فين ساكن، غيتبعوا الاتصالات ديال هاد الدار، غيسمعوا كلمه الجده جايه، غيستنتجوا انها شخصيه مهمه اي ان إل تشابو جاي. ما غيزربوش وغيتسناو حتى غيتاكدوا من الوصول ديال إل تشابو. وبعد شهر من المراقبه غتحاصر القوات الخاصه المكسيكيه والدار اللي فيها إل تشابو والعصابه ديالو، غيهجموا عليها غيقتلوا الحراس الشخصيين ديالو، ولكن ما غيقدروش يشدوا إل تشابو اللي غيهرب من واحد النفق مره اخرى هو واحد من المساعدين ديالو. غيخرجوا على بعد 2 كيلومتر من هذيك الدار، غيسرقوا طوموبيل من الشارع مور الطوموبيل غيديكلاري داكشي اللي وقع ليه، وما غيدوش وقت طويل حتى غادي تقدر الشرطه الفيدراليه باش تلقى القبض على إل تشابو والمساعد ديالو. منين غيلقيو عليه القبض غيبغي يعطي رشوه كبيره للبوليس الربعه اللي شدوه، ولكن ما قبلوش هذا العرض. هنا غيهددهم على انهم الا ما طلقوش راه غيموتوا هما وعائلاتهم. غيديكلاريو هاد البوليس في هذيك اللحظه للرؤساء ديالهم على انهم شدوا إل تشابو. هاد الرؤساء اللي غيقولوا لهم على ان عصابه مكونه من 40 راجل مسلح جايين باش يحاروا إل تشابو، وغيقولوا لهم باش يتسناو الدعم ويدخلوا لواحد الدار معينه. فهاد اللحظه كانت العصابه وصلت للبوليس اللي معتقلين إل تشابو، اللي دخلوا معاه لواحد الدار وغيشدوا المواقع ديالهم القتاليه
وتحصنوا المواجهة عصابة كارتيل سينالوا، وبعد تبادل إطلاق النار بين البوليس والعصابة غادي توصل القوات الخاصة والجيش اللي حاصروا أفراد العصابة، وهي قدروا يفكوا الحصار للبوليس المعتقلين الإل تشابو. وهكا غيتم اعتقال إل تشابو مرة أخرى في نفس الحبس اللي هرب منه المرة الأولى، ومن بعد غيتحاكم وغيتسلم للولايات المتحدة الأمريكية، فين غيقضي حكم بالسجن مدى الحياة. شنو كيبان لك انت؟ واش غيحاول إل تشابو يهرب مرة أخرى من الحبس ولا لا؟